إنه شهر آب، موعد نضج تمر الشويثي، الصنف الوطني في محافظة ذي قار. هنا ينتظر الناس هذا الموعد بشغف، ويتركون باقي الأصناف التي أجبروا على شرائها بداية موسم الرطب كالاستعمران والشكر، التي ما أن تدخل أول سلال الشويثي إلى هذه الأسواق حتى تنخفض أسعارها ويقل الإقبال عليها. صنف مظلوم، هذا أقل وصف للشويثي برأي خبراء النخيل هنا. فالطعم حلو بارد بلا لذعة، يؤكل بسرا ورطبا وتمرا. نخيله كريمة بالفسائل، وهي طريقة الإكثار الأكثر شيوعا في عالم سيد الشجر. عندنا مثل عند العرب يقول شويثي والنهر يمه، لأنه هي شويثية طيبة ولذيذة، ما تحس يعني أنت تأكل شقد ما تأكل من عندها ما تعطش ولا تنحمر ولا تحس أنه أنت عطشان. أصناف النخيل لا تنتهي عند مسمياتها المطلقة، بل تتجزأ هذه التسميات لتشمل الصنف الواحد. الشويثي واحد منها، فهناك الأحمر والأصفر وحتى الأبيض، وتختص مناطق جنوب الناصرية بزراعة الأحمر، أما حوض الغراف فالأصفر هو الشائع. فهنا عندنا أفضل التمور هو الشويثي، أفضل التمور أي. فيجونا يعني عادة لو يحوي ورطب لو يكبسوا تمور يعني، فمرغوب يعني مثل بقالين يعني يطيك على بول بس بيعني. وتمتاز نخلة الشويثي بطولها المعتدل، حتى وإن طال عمرها ما يجعلها دانية القطوف، حتى وإن اقترب عمرها من 15 عاما على عكس كثير من الأصناف الأخرى. مثلما يعتز البصريون بالبرح الصنف الوطني لمدينتهم، يذهب أهالي ذي قار بالاعتبارات بعيدا للصنف الشويثي حينما يصفوه بسيد التمور العراقية. من ذي قار، أحمد السعيدي، يو تي في.